من قناة سوين الفضائية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، أبدأها بأهم العناوين. الرئيس المصري محمد مرسي يلتقي الشيخ حميد الأحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية. نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني يكشف عن قرب الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين. أهلا بكم. استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المصرية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الشيخ حميد عبد الله الأحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية، والذي سلم الرئيس مرسي رسالة من المؤسسة تناولت ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات ومحاولات التهويد التي تهدف إلى تغيير ملامحها. وقد أعرب الشيخ حميد الأحمر عن تطلعه وكل أبناء الأمة إلى دور ريادي لمصر الثورة في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القدس وفلسطين. من ناحية أخرى، أكد الرئيس محمد مرسي على ثبات الموقف المصري من نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وما تبذله مصر من جهود على المستوى الدولي وعلى مستوى جهود المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين. كما استمع سيادته إلى الجهود التي تقوم بها مؤسسة القدس للحفاظ على هويتها. ضمن برنامج حملة المؤسسة العالمية في الذكرى 46 لاحتلال كامل القدس وتحت شعار هي القدس ليست أورشليم، التقى وفد مؤسسة القدس الدولية برئاسة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى بحث سبل نصرة القدس وفلسطين في مواجهة حملات التهويد الإسرائيلية. وفي اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عرضا موجزا لواقع القدس الشريف، مؤكدا خشية المقدسيين والمؤسسات العاملة للقدس من انشغال الشارع العربي والإسلامية بالتطورات الداخلية المتشعبة، ما سيفسح المجال أمام الاحتلال بتنفيذ مزيد من المخططات التهويدية. وقال إن المؤسسة بما تمثل من وحدة لأطياف الأمة حول القدس ارتأت أن تجول على المسؤولين العرب والمسلمين والرموز السياسية والدينية والفكرية وعلى القوى والأحزاب المختلفة من أجل تنبيهها من هول ما يحصل في القدس من تهويد ومطالبتها بالقيام بواجبها تجاهها. وثمن الشيخ حميد الأحمر الدورة المصرية ودور الإخوان المسلمين في نصرة قضية القدس وفلسطين. من جهته أضاف حسن دحرج نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة إن مصر تنظر إلى قضية القدس بعمق قومي استراتيجي، وهذه النظرة لابد أن تكون حاضرة في السياسات والبرامج. وأوضح ياسين حمود المدير هي الاحتلال الذي يسعى لتهويد المدينة وتشويه وجهها العربي والإسلامي وطرد المقدسيين بدعم غير محدود من كل مكونات الكيان الإسرائيلي ومن الدول الغربية وأمريكا، مطالبا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين باستثمار حضورهم الكبير ومطالبة الرئيس المصري ورئيس الحكومة برفع سقف مواقفهم السياسية المتعلقة بالقدس. من جانبه أكد الدكتور محمد بديع أهمية الوحدة في الأمة بين كل تياراتها الفكرية الدينية والسياسية، ولا سيما الوحدة بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن هذه الوحدة أكبر دعم للقدس. وطالب بديع من الوفد التوجه للملك المغربي بما تمثل المؤسسة من تنوع لمطالبته بتفعيل دور لجنة القدس التي يرأسها، وكذلك زيارة الملك الأردني لتفعيل دور الأردن في حماية القدس والمقدسات. أقامت دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح بعدن حفلا فنيا وخطابيا شارك فيه نساء وأطفال المحافظة ابتهاجا بالذكرى 23 لتحقيق الوحدة اليمنية. وأقيمت الفعالية تحت شعار بتوحدنا نحل خلافاتنا.
ألقيت في المهرجان كلمة قبل الأستاذة مها الكسادي القيادية في دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح بعدن والناشطة في الثورة الشبابية. رحبت من خلالها بكل المشاركين في المهرجان الاحتفائي، مؤكدة أن الاحتفال بالوحدة هو احتفال بالعدالة التي يجب أن تعم الجميع وانتصارا للمظلومين والقيم ولقيم الثورة. وقالت إن شباب الثورة في كل الميادين يعلنون رفضهم وبراءتهم من وحدة صالح والبيض التي سلبت حق اليمنيين شمالا وجنوبا، وأقصت الجنوب كشريك هام وأساسي في الوحدة، مؤكدة أن ثورة 11 من فبراير هي من أعادت للوحدة أنقها ورونقها، وهي من ستعيد الحقوق إلى أهلها وتنتصر للمظلومين من الظلمة. أرهقه طيش الظالم وتهميش لشعب كامل من قبل عصابات فرضت عليه الوصال. دمتم ودام الوطن بخير وأمن واستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهنئ دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح الشعب اليمني وعامة والنساء عدن خاصة بهذه الذكرى الجميلة التي تعود علينا إن شاء الله بالخير والبركة لجميع أفراد الشعب اليمني. وهذه الذكرى جاءت متزامنة مع انتصار ثورتنا ثورة الشباب المبجلة، والتي نرجو فيها الشعب اليمني عامة وللمرأة ويعني وترتفع أحلامها إلى مساحة الواقع بإذن الله تعالى. وسوف إن شاء الله نستمر ونواصل عملنا بكل ثقة بالله عز وجل، وثقة أيضا بشبابنا وقادتنا بإذن الله تعالى. بمناسبة الذكرى 23 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة، نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء مهرجانا جماهيريا حاشدا بساحة أبناء الثوار بمشاركة رسمية وثورية وشعبية كبيرة. بمناسبة الذكرى 23 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة، نظم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء مهرجانا جماهيريا حاشدا بساحة أبناء الثوار بمشاركة رسمية وثورية وشعبية كبيرة. المهرجان شهد إقبالا كثيفا وحضورا لافتا تقدمه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء المجالس المحلية وقادة الأحزاب السياسية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وشباب الثورة وحشود كبيرة من المواطنين. كلمة الإصلاح التي ألقاها الدكتور أحمد محمد المرزوقي رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء أكدت على عظمة الذكرى التي تأتي وشعبنا قد شهد انتصار ثورته الشبابية الشعبية المباركة، وأكدت الكلمة على وجوب التفريق التي مارسها النظام السابق من ظلم وإقصاء وتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية والحفاظ على المبدأ والبحث عن حل الخلل. هذه الوحدة جاءت تتويجا لنضالات شعبنا منذ قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر وحتى ثورة 11 من فبراير، الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي اظهرت الصورة الناصعة للوحدة اليمنية. وان القضية الجنوبية اخذت بعدا هاما وفاعلا، بل هي المدخل الى حل قضايا اليمن كلها من خلال مؤتمر الحوار الوطني. الوحدة نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من عاش مرارة التشطير ومعاناة أبناء البيضاء من قتل وخوف وحروب قبل إعادة تحقيق الوحدة، خير دليل على ذلك. وكما أن الحفاظ على الوحدة بالعدل وإرجاع الحقوق والانتصار للمظالم، فإن الحقوق لا تأتي بالعنف والدعوات العنصرية والمناطقية التي تهدم أكثر مما تبني. نتذكر ما كان بين أبناء هذا البلد من التنازع والخلاف والتشطير، فالوحدة نعمة ويجب المحافظة عليها بالقيام بالعدل فيما بين الناس وإزالة المظالم والبعد عن الدعوات والنعرات العصبية والمناطقية والمذهبية والتعصب الحزبي الضيق. جاءت الوحدة اليمنية ثمرة لنضالات اليمنيين منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وصولا إلى الثورة الشبابية الشعبية السلمية والرغبة الشعبية الواسعة في استعادة ألق الوحدة وتطهيرها مما رافقها من شوائب للوصول إلى بناء دولة النظام والقانون والحرية والمواطنة المتساوية بين جميع أفراد الشعب. هذا ما أكدته كلمة المجلس التنظيمي للثورة بالبيضاء. إن صمام أمان الثورة الاستمرار فيها لقطع دابر المتمردين والحصول على الدولة المدنية الذي ننشدها جميعا.
وخلال الاحتفال ألقيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والأناشيد الثورية والوحدوية التي تشد بوحدة الشعب اليمني وثورته، والأهازيج والرقصات الشعبية بالمناسبة. فهد الطويل لقناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء. كشف نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني عن قرب الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء وحجة. وقال الرعيني أثناء زيارة فريق من بناء الدولة اليوم لإصلاحية صنعاء المركزية إن جهودا حثيثة تبذل بهدف تسريع الإفراج عن الشباب والعناية الصحية بهم، مشيرا إلى وجود إجراءات ليتم الإفراج عنهم مطلع الأسبوع القادم حسب وعد السلطات المعنية. وقال الرعيني إن هذه الزيارة تأتي بعد توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية والذين لم توجه لهم أي تهم ولم يقدموا للمحاكمة. واستمع الفريق إلى شرح مفصل عن من القائمين على الإصلاحية حول الأوضاع الصحية لشباب الثورة المعتقلين الذين يدخلون اليوم السابع من إضرابي عن الطعام. شهدت محافظة تعز اليوم مهرجانا ثوريا متميزا إحياء للذكرى الثانية لمحرقة ساحة الحرية. وجرى خلال المهرجان التأكيد على استمرار النضال حتى تحقيق العدالة. المزيد في سياق التقرير التالي. وخدود العصر أو الحقد الأسود كما أطلق عليه الثوار الذين يتذكرون ذلك اليوم المظلم في مهرجانهم، وهم يأملون الكثير من حكومة الوثاق الوطني. إننا نؤكد على سرعة تسمية لجنة التحقيق في أحداث 2011 وفقا للقرارات الدولية، ذلك أنها المدخل الأساسي لتحقيق عدالة وإنصاف متضرر. برعاية رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة أقيم المهرجان، وقد حضر ممثله وزير الخدمة المدنية الأستاذ نبيل شمسان. أن الذين أرادوا إجهاض الثورة من خلال إحراق ساحة الحرية بأنهم لم يستفيدوا من دروس الماضي ولم يقرؤوها بالشكل الصحيح وأنهم أخطأوا في الحساب، لأن إحراق ساحة الحرية لم يؤدي إلى إخماد الثورة ولكن زادتها اعتقادا، بل ومثلت النقطة التي فصلت بين الماضي والمستقبل. مهرجان فني حضره جمهور كبير عرض فيه الأطفال والزهرات أجمل إبداعاتهم والشعراء أجمل ما لديهم. سوى لغة التحاور مرتضينا وصوت العقل في أخذ ورد، صواب الرأي عند أخي وربا يكون الرأي أصوب منه عندي. المرأة هي الرقم الصعب في الثورة بجميع مراحلها ومنها يوم المحرقة. يوم 29/5 يأبى النسيان، هناك حيث ما زالت أرواح الشهداء تحلق في ساحة الحرية في تعز بالتحديد. هناك في الغرف المغلقة كانت الأوان، فلتخرق الأبواب ولتحرق الجميع ولتقتل الشيخ والرضيع. أرادوا وعد الثورة بإحراق الخيام وما علموا أن الثورة في القلب والعقل. ضيوف شاركوا أبناء تعز اليوم من عدة محافظات وعدد كبير من الشخصيات والمشايخ والوجاهات الاجتماعية ووكلاء المحافظة. عهد من حضرموت لتعز ومن عدن لصنعاء، مهما حاولوا أن يوغلوا صدور بعضنا على بعض فيعتدوا على أبناء المحافظات الشمالية في حضرموت أو عدن أو شبوة، فإن أبناء حضرموت وأبناء المحافظات الجنوبية جميعا قد أنكروا هذا الفعل الشنيع وقالوا ليس من أخلاقنا ولا قيمنا ولا مبادئنا. المنظمون أحبوا أن تكون الذكرى مميزة وقد جمعوا فيها كل الإبداع والتميز. منتدى المبدعين الذي يهتم بالمبدعين والمبدعات في كل المجالات الإبداعية اليوم يحيي ذكرى محرقة الحقد الأسود الذكرى الثانية بتميز وإبداع فريد كتميزه في كل الفعاليات السابقة التي أحياها وكان له السبق بها. العدالة كلمة السر التي يبحث عنها ثوار تعز، وما المسيرات والمهرجانات إلا إحياء للذكرى وتذكيرا لمن يهمه الأمر،
أن لا بد من العدالة. محمد يوسف لقناة سهيل. شيع اليوم جثمان والدة الأستاذ أمين علي أمين رئيس دائرة النقابات بالتجمع اليمني للإصلاح إلى مثواها الأخير بعد الصلاة عليها في مسجد دار رعاية الأيتام. وتقدم صفوف المشيعين الأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وعدد كبير من القيادات الحزبية والمجتمعية وأهالي الفقيدة. وكانت الأمانة العامة للإصلاح بعثت برقية تعزية للأستاذ أمين علي أمين رئيس دائرة النقابات بالحزب بوفاة والدته والتي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس الخميس. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان هذا هو الخبر الأخير، وإليكم أهم ما ورد في نشرتنا من أنباء. الرئيس المصري محمد مرسي يلتقي الشيخ حميد الأحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية. نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني يكشف عن قرب الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين. للمزيد بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة www.suhail.net وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وعلى قناة اليوتيوب. نلقاكم بخير في أمان الله.